في ظهر اليوم كاين واحد التحول كبير على المستوى الوطني بصفه عامه. كنشوفوا الاقتصاد الوطني التوجه الكبير ديالو جديد اللي ما بقاش اقتصاد كلاسيكي، ولكن هناك توجهات اخرى على مستوى الاقتصاد الوطني. التوجهات العموميه ديال الدوله الاجتماعيه لصاحب الجلاله وللحكومه التي بدات تنزيل هذا التوجه. الرؤيه كيف ما قلنا للصداره التي اعطاها المشرع للجهات الاثنا عشر في المغرب، جاءت من ان جهات غريميوم واد نور حتى هي لابد ان تكون لها رؤيه استراتيجيه، وبالتالي كان الاشتغال على رؤيه استراتيجيه للجهه، كان الاشتغال وتمت المصادقه على ما يسمى ب لو شيما ريجيونال داميناجمون تيريتوريال بالعربي التصميم، استشفى للتصميم الجهوي تصميم جهوي لإعداد التراب المسخن، وكان أيضا محطة التنموي الجهوي اللي هو البلان دو ديفلوبمون ريجيونال اللي كاين خمس سنوات. التصميم الجهوي لإعداد الترابي هو وثيقة مرجعية لأكثر من 25 سنة، واللي كتعطي التوجهات الكبرى لكل جهة على حدة. جهة الليل كما قلت التي تعتبر الصحراء كما جاء في هذا الفيلم الوثائقي، أكثر من 440,000 نسمة، 70,000 كيلومتر مربع، جهة ديال أربع أقاليم جد مهمة على مستوى جنوب المغرب وعلى مستوى المملكة المغربية، جهة اللي بدأت تحولات ديالها ونقطة التحول بدأت في فبراير 2016 لما تم التوقيع على البرنامج التنموي المندمج أمام أنظار صاحب الجلالة، واللي كان فيه واحد مبالغ مهمة 77 مليار اللي كانت تعطات للجهات ثلاث، واللي خلات منها جهة غريميوم واد نور حصتها وبدأ الاشتغال على عدد من المشاريع الكبرى اللي يمكن مازال ما بانت ولا ظهرت باش يبان التأثير ديالها. على رأسها الطريق السريع اللي اليوم كنشوفوا أنه تقريبا 95% من الطريق السريع تم فتحها، آخر إنجاز كان هو غريميوم طنطان التي تم الافتتاح ديالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبالتالي لما إن شاء الله يكون انتهاء الأشغال في الطريق السريع، وكنعطي غير مثال ديال الطريق السريع لأنه أكبر نموذج ليس فقط لفك العزلة ولكن أيضا لتسريع بالاقتصاد ولتقريب الشمال للجنوب. بالتالي هادو من المشاريع الكبرى المهيكلة التي بدأت منذ سنة 2016. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.